الاسم أرض الحريات، الحقيقة مسرح كبير لتكميم الأفواه ومحو كل أثر يعترض على ممارسات الحكومة حتى وإن كانت غير إنسانية. هذا تماماً ما تفعله الولايات المتحدة مع مجموعة من طلابها المنتفضين ضد العدوان الإسرائيلي الشرس على قطاع غزة. القصة بدأت بانتفاضة طلاب جامعة كولومبيا مطالبين جامعتهم بوقف تعاونها مع إسرائيل، منددين بموقف بلادهم المتجاهل لانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي. وكالنار في الهشيم وصلت الاحتجاجات الطلابية إلى أكثر من 44 جامعة أمريكية. وبدلاً من أن تلبي الولايات المتحدة مطالب طلابها أو تسعى لتهدئة الأمور، كان الرد أعنف مما توقعه الجميع في أرض وصفت نفسها كثيراً بأنها تحمل شعلة الحرية. ويبدو أن الشعلة احترقت فأكلت نيرانها الحقوق كافة، وفي مشهد لطالما انتقدته أمريكا في العديد من الدول، قامت شرطة مكافحة الشغب بالاحتشاد في حرم جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس مهددة المحتجين بالاعتقال. لكن ذلك لم يكن كافياً لطلاب آمنوا بحق فلسطين التاريخي فأبوا أن يستسلموا. الموقف الطلابي الرافض لمطالب الشرطة دفعها للتدخل، وبدأت اشتباكات عنيفة معهم بين ضرب واعتقال ورش برزاز الفلفل أو الغاز المسيل للدموع. على الجانب الآخر وقف الطلاب نداً لتدخل الشرطة، حيث قابلوها بالغناء والهتافات مؤكدين رفضهم التام لفض تلك الاعتصامات.